ايوه يا انس، قلت لك لسه ما خلصتش، لما اخلص هبكلمك. يعني هنكون قاعدين بنتكلم في ايه؟ شغل. وبعدين تعالى هنا، انت مالك اصلا احنا بنتكلم في ايه ولا بنقول ايه؟ لا مش عادي، مش من حقك اصلا تسالني ولا تعرف. يلا سلام. سوري يا نجوى، مشكله صغيره في الحسابات كده، كان لازم ياخدوا رايي فيها. هو الريستوران ده تبع حضرتك؟ لا المطعم مش بتاعي، بس انا شريك فيه. ايه مالك استغربت كده ليه؟ لا خالص، بس يعني غريبه قوي، يعني بورصه ومدارس وريستوران، يعني كل حاجه ملهاش دعوه ببعض خالص. كله بيزنس، وانا اتعلمت بخبرتي ان انا ما احط ثقتي في شخص واحد ولا احط فلوسي في مجال واحد. السوق قلاب، اللي بيكسب النهارده ممكن بكره تحت اي ظروف يخسر. سيبك بقى من البيزنس وخلينا في اللي احنا جايين عشانه. تمام، اتفضل. شوف يا ستي، اللي انا اعلنته النهارده في الحفله ده، انا قعدت انا ومجلس الاداره فتره طويله ندرسه. لقينا ان التوجه الجديد بتاعنا ده محتاج اداره جديده، وقررنا ان انسب شخص يدير المؤسسه دي هو ابن المكان، يعني هو اكتر واحد عارف المؤسسه دي كانت ايه وهتبقى ايه. صح طبعا، كلام حضرتك مظبوط. اوكي، واحنا قررنا بالاجماع ان انسب شخص يمسك البوزيشن ده هو انت. انا؟ ايوه انت، ده بعد تصفيه ومنافسه كبيره بين اسامي مديرين المدارس. وحضرتك بس انا مش فاهم، هو حضرتك تقصد ان انا اكون المسؤوله عن كل المدارس التابعه لمؤسسه الفا اديوكيشن؟ بالظبط كده. هو طبعا انا طبعا مشكوره جدا انك بتثق فيا وتحطيني في المنصب ده، بس دي مسؤوليه كبيره جدا، انا مش عارفه اذا كنت هكون قدها ولا لا. انا متاكد انك قدها، وما انك انت هتبقي المسؤوله عن المؤسسه، انت هيبقى ليكي حق الاختيار للتيم اللي هيشتغل معاكي. ايوه بس حضرتك انا المفروض احنا عايزين نتحرك بسرعه، مش عايزين نضيع وقت. انا بصراحه مش عارفه اقول لحضرتك ايه. تقوليش حاجه، خلينا نتعشى دلوقتي وخدي وقتك وفكري، بس ما تتاخريش عليا في الرد. اوكي اوكي تحبي تتعشي ايه؟